أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال والشيف الأستاذ أحمد من مطعم قناديل العشارة. يا هلا مرحبا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يا هلا وسهلا. بداية بنرحب فيك من قناة ABC وبرنامج رواد الأعمال، وبنتمنى منك بالبداية تعرفنا المزيد عنك وعن خبرتك الطويلة في مجال المطاعم. يا حياكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول شيء نحن نسرينا باللقاء معكم، ونحن جايين الإمارات، الشعب الكريم والحكومة الكريمة، نتميز لأنه إحنا عندنا نظام العودة إلى التراث. العملية المشويات عندنا الأول بالدولة الكريمة، راح تصبح إن شاء الله ونعمل سلسلة مطاعم بإذن الله. ونحن كبابنا الأميز لأنه نحن من أمي فريش الوحيدين بالدولة ذبح المصلخ. والعملية العمل اللي بتبعنا لو طابع نفسي وراحة نفسية للزبون، نقطع قدام الزبون اللحم ونحضره قدامه، عملية أمام الزبون وفرم على السيخ بدون مكنة. والعشارة منطقة مشهورة بالكباب، ومشهورة الآن بكل دول مجلس التعاون الخليجي، مشهور كبابنا الأول بالدولة، وبسوريا كان مشهور. بعدين احنا نعمل بالكباب عدة أصناف الكباب، يعني نعمل كباب الباذنجان، نعمل كباب زمرلي، كباب أرفلي تركي، نعمل كباب حلبي، وكباب الأميز الديري، وكباب العشارة الأميز. فنعمل فاقرة طبيعي كباب عندنا هو بالمكسرات، يعني ضد الكوليسترول والشحوم الثلاثية. فالكباب اللي يوصي عليه الدكتور احنا عندنا ما شاء الله. أستاذ أحمد، ممكن تخبرنا شو هي الأطباق الأخرى اللي تميزتوا فيها؟ وذكرت لك التراث، شو الأطباق التراثية اللي انتم التراثية عندنا؟ نعمل حميس لحم بلية الغنم، وحميس بالكمة بالفطر بالفقع والفطر، ونعمل كباب اسمه كباب خشخاش مع المكسرات بالصلصة الطماطم، عرفت كيف؟ ونعمل كفتة حميس. طبعا عدا اطباق المشويات الكامله عندنا مشكل ماكس، نعمل مارينا عرايس، ونعمل شيش طاووق، ونعمل كاستليت ريش، وكباب الدجاج، وكل انواع البربكيو عندنا ما شاء الله. احنا عندنا شعار اخر مره تاكل برا. ثاني شغله، ثاني شغله لو شغله مهمه استاذ، احنا عندنا شعارنا اذا اردت ان تبقى شباب فعليك باكل الكباب. الكباب عندنا صحي، مسحوب العصب، ولحم فريش، ولحم ناضج على الفحم. فكل الشغلات الطيبه، احنا الله قال الطيبون للطيبات، فاحنا ما يجينا غير الطيبين شروك. والزبون مميز. استاذ احمد، ممكن تخبرنا شو اللي يميز اطباقكم؟ ميزه احنا عمليه نفس الاكل. اول شغله الصدق والامانه مفتاح الرزق. اول شغله نفس، يعني الزبون احنا عندنا مدلل فما يخجل نهائي. اليوم اذا جاء عنده ضيوف فطلبوا اي شيء، اضافات، مقبلات، كله هذه اضافات كله فري. الشاي العربي على الفحم موجود عندنا، العيران اللبن هذا كمان مجاني فري، فخبز التنور. يجلس المعزب، احنا نسميه معزب عازم العزيمه، ومع ضيوفه وهو مدلل عندنا، يحس حاله صاحب محل، ما عندنا اي احراج، يظل مبسوط لانه مصلحته مصلحه كرم، اذا ما كرمته ما تعطيه. عندنا خدمات توصيل الشارقه وعجمان، مغطين عجمان كامل بالتوصيل للمنازل. أستاذ أحمد، بعد نجاحكم الرائع في المطعم، ما هي خطتكم المستقبلية؟ والله نسأل الله التيسير. بدنا نفتح سلسلة إن شاء الله بالإمارات العربية. فشعب الإمارات شعب أصيل، شعب بدوي أصيل، وعنده طابع خاص للمشاوي. فنحن جايين هنا نخدم الناس، إن كان مواطن ولا أي، جميع فئات الشعب، وكل نفس السيستام. وبعدين عندنا الأميز أنه قدامك تحس تأكل أنه بيتك أنت. أستاذ أحمد، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات على دعمها وعلى الأمن الأمان اللي فيها؟ والله أول شغلة أشكر دولة الإمارات، حكومة وشعب مضياف، شعب كريم. نحن الأمان اللي موجود عندنا ما في كل العالم. أسأل الله يا ربي يحفظ بلادنا ويحفظ الشعب الإماراتي ويديم عليهم النعمة، لأنه النعمة أهم شيء يكون فيها أمان. الأمان هو أهم شيء بالنعمة بعد العافية. فنحن الآن الشعب، الميزات الحضارية بالبلاد ما توجد لا بأوروبا ولا بغير دولة. جنة الله بالأرض الإمارات،
الله يديم عليهم الرخاء والأمن والأمان. بالنهاية ممكن تخبر المشاهدين اللي بيتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا معاكم؟ نحن عندنا على جوجل مطعم قناديل العشارة، وعندنا رقم خاص للمطعم هو 058-622-7600، هذا خط مباشر توصيل طلبات. واللوكيشن معروف، احنا عندنا المنطقة عجمان الجرف 2 مقابل مطعم بحر الإمارات بجانب أسواق الإمارات الجديد. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وشكرا لجميع طاقم العمل في المطعم، نتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. والله صرنا اللقاء معكم، وثاني شغلة ان احنا ان شاء الله وتعالى على تواصل على الأفضل، لأنه احنا ليس الوحيدين بالبلد لكن الأفضل. نحن نتحدى كل من يعمل كباب مصلحة نادي. أنا بالنسبة لي صار لي 43 سنة بالمصلحة، شيخ كار بالمصلحة، والله الحمد لله نتميز. احنا عندنا قلت لك بالميزان الصدق والأمانة وكرم، ما يرجع عن الزبون إلا مبسوط، وأي طلب يكون فوق الصحية في حقه. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.